السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي النهاردة اعمل معاكم الفشار والفنكوش. الفشار طبعا كلنا عارفين الدورة الصفرة دي، والفنكوش عجنته كده بالشكل ده، اهو طلع منه اشكال كتيرة بس بعجينة الفنكوش. وهعمل معاكم الفشار والفنكوش بالتوابل اللي قدامكم ديت، اللي هي بودرة جبنة، توابل جبنة اسمها، ونسبة ملح. طبعا الملح حسب الذوق، ممكن تحطوا عليه يعني على حسب الذوق ملح قليل، لان هو اصلا في ملح منه فيه، يعني ما تكتروش الملح فيه. والفشار طبعا بتحطوا له ملح لو عاملينه ساده، لكن لو حطيتوا له البودره دي فيها ملحها، يا ريت ما تحطوش ملح علشان الفشار ما بيحبش يبقى مالح، بيبقى مظبوط قوي وهو ايه يعني دلع شويه. فكده واحده واحده معاكم على البوتاجاز، هنشوف هنعمل ايه حبايبي. طبعا كل الحاجات دي هتستعمل معاها الزيت على البوتاجاز، هنشوف هنعمل ايه سوا. اهو جيت على الزيت، اهو على البوتاجاز سوري. حطيت طاسه وفيها زيت عادي كتير، يعني تحطوا كتير زيت كتير للفنكوش، وكده كده هتستعملوه فيما بعد، هيفضل نضيف يعني. وطبعا لما تيجوا تقلوا تقلوا شويه شويه صغيرين عشان يفرش معاكم في قلب الطاسه، سايباه يقدح قوي ومش بيكمل على فكره، مش بيكمل يعني هيطلع على طول. بصوا بصوا بيعمل ازاي، مش زي الفشار تغطوه وبسرعه تطلعوه. خلي بقى النار بعد ما قدح كده الزيت واطيه. بصوا بقى هو اللون ده بس في ثواني، بصوا اللون ده عامل ازاي، اللون يبقى فاتح كده يعني كده يا دوبك حلو قوي كده. هطلع بيه بقى، هعمل شويه تاني معاكم اهو. خلاص كده كده انا هطلعه. في منه كمان يا جماعة ألوان، بس أنا ما حبيتش أجيب الملون ده، ده حلو قوي. تاني والنار بقى توطوها قوي لأن الزيت حامي جدا أهو، بالراحة وأنتوا بتحطوه. بصوا ويطلع بسرعة حلو قوي كده، اللون ده كده معايا حلو جدا. انا وطيت النار فبالتالي ايه اللون هدي شويه معايا. بصوا خلاص كده انا هطلعه، بص عامل ازاي. هعمل بقيه الكميه واوريها لكم. هلا بقى وحطيتها على النار وحطيت فيها ربع كوبايه زيت صغيره، وهتسيبها تسخن بردك قوي، ونقوم نازلين بالذره بتاعت الفشار المقدار اللي انتوا عايزينه، بس تكون الحله واسعه عشان الذره تاخد راحتها في السوا بتاعها. وهنزل بالذره اهي وهغطيها، لازم اغطيها اهو كده. هي بتسخن معايا يعني الزيت سخن معايا، بصوا سامعين الطرقعه بتاعت الفشار اهو. هتسيبوه بقى على نار واطيه الفشار غير الفنكوش. الفنكوش بتوطوا عليه النار بعد ما تقطعوا الزيت قوي، والفشار بتوطوا عليه النار خالص وتسيبوها واطيه الزيت مقدوح، وهو يفضل يطرقع كده مع نفسه. وبعد كده ممكن تهزوا الحله اهو، سامعين تهزوا الحله كده واحده واحده اهي عشان الذره ايه تستوي. ولو الحله واسعه بيبقى احسن عشان بتاخد وقتها وبتاخد سواها حلو، مجرد ما يبطل طرقع تقفلوا عليه عشان ما يتحرقش من تحت. وبعد كده هقوم حاطه عليه التوابل الجبنه بس من غير ملح، لو انتوا عايزينه بالملح بس حطوا ملح، بس عايزينه بالملح بالتوابل الجبنه بس حطوا توابل الجبنه بس من غير ملح. يخلص معايا وهوريه لكم، انا حبيت اوريه لكم. بص انا عريته عند الغطا اهو، بص بيطلع ازاي وبيطلع ازاي اهو، بصوا منتهى السهولة يعني كده هو خلص معايا. هيفضل يطلع معاك كده بس هو كده خلص معايا، تسيبوه بقى يطلع بقى براحته كده، انا هتخطفي عليه خلاص هو كده خلص معايا. طفيت عليه، دلوقتي هرش عليه توابل الجبنة دي اهي من غير ملح، وبعد كده هقلبه واقدمه لكم اهي. التوابل حطيتها اهي وقلبتها، طبعا المقدار اللي انتوا عايزينه علشان خاطر ايه اللون بتاعه يعني مش مشكله، هو المهم عندنا الطعم. عايزين تحطوا ملح حطوا، مش عايزين بلاش، هو كده حلو قوي. انا دقت واحده منه ولقيته مظبوط الملح بتاعها،
حطه في طبق التقديم واوريه لكم. يا حبايبي انا خلصت وحطيتهم في طبقين، طبعا انا عندي كميه اكبر من كده شويه في الفشار وبرضك في الفنكوش. الفنكوش انا حطاه ساده، مش حطيت له ملح ولا حطيت له توابل الجبنه عشان بنحبه ساده. اما الفشار حطينا له توابل جبنه، ممكن ما تحطولوش توابل جبنه، ممكن تحط له ملح بس. طبعا الراي ليكم، وده على حسب الذوق بتاعكم. وانا خلصت اهو، ويا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.